عايزاه يعرف قيمتي، يحس ان هو مقصر في حقي وان هو بيجي عليا وان انا بحبه وكل اللي بعمله معاه ده هو يعمل معايا كده في الاخر. هقولك ايه بس، هقولك ايه، ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يبعد عنكم الشيطان انتوا الاتنين، ربنا يهديكي ويهديني. كل سنة وانت طيب يا زومي. معقولة؟ معقولة لسه فاكرة عيد ميلادي؟ أنا ما نسيتش أصلا عشان أفتكر. وبعدين يعني إحنا بقالنا كتير قوي ما احتفلناش بعيد ميلادك من زمان. فقلت بقى فرصة نحتفل ونغير المودك ده شوية. مش عارف أقول لك إيه، كل الكلام اللي في دماغي ما يكفيش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي. أنت مش هترد؟ مش عارف، مش وقته يعني. لا رد. يا مروة والله؟ طب كويس ان انت لسه مسجل الرقم ما مسحتهوش. عايز ايه يا مروة؟ بص يا حازم، انا مش متكلمة عشان اخد ودي معاك في الكلام، وكنت عارفة كويس قوي ان انت اللي هتتصل ولا هتسأل، حتى بعد ما عرفت ان انا رفعت قضية. اللي انا بقى عايزاك تعرفه ان انا خلاص مش هفضل عايشة فضلك زي ما كنت بعمل طول عمري من يوم ما عرفتك، واي حاجة انا شايفاها من حقي مش هتنزل عنها، لاني خلاص ما بقتش مروة العيلة الصغيرة اللي عاشت معاك 7 سنين ما سمعت لها الصوت. وعايزاك بقى تعرف حاجة مهمة، إن أي حاجة أنت بتعملها من ورايا أنا عارفها، وعارفة كويس قوي أنت بتكلم مين. بتكلم مين؟ لا أنت مش في موقف تدافع فيه عن نفسك. أنا بس عايزة أبلغك إن أنا عايزة بمنتهى الهدوء ومن غير شوشرة إن أنت تطلقني، ولو ما عملتش ده أنا مش هيبقى قدامي غير إن أنا ولا قدامك ولا وراكي. أنت عايزة تطلقي يا مروة؟ آه يا حازم، لو راجل طلقني. أنت طالق يا مروان. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.